صار يعني لو سمعتي مني ورح نزلناهم لأهلي؟ هلا رجعنا لنفس الموضوع. يلي صار شافني 100 مرة وعاتبني مشان الأولاد وأنت ما عم تقدر نروح نزورهم. وأنت أكيد بتقول له إنه أنا ما رح أخليك تزورهم، ما هيك؟ لا ستي أنا عقلي غير عقلك. شو قصدك علاء؟ قصدي حتى لو كانوا أهلي على غلط، ما لازم تزعلي منهم. أنا قلت لك إني ماني زعلانة منهم، بس كمان أنا إلي مشاعري وإلي إحساسي وبزعل كمان. يلا لك كاسة شاي أحسن شي. الحمد لله رب العالمين. صحة وهنا. تفضل وهي الشاي جاهز. لك إلهي لا يحرمني منك. الشاي بحلحل الشقة بعد تعب النهار.
السلام عليكم. وعليك السلام. يا هلا 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 بمازن افندي، هلا تفضل. شو شايف سارتكن عامره؟ سعده جددي العشاء الافندي بسرعه يلا. لا لا ما في لزوم تتابع حالك، بلا بلا. ولو يا افندي واجبك حاضر. الله يخليك، اذا كان هيك فنجان قهوه. حاضر يلا بسرعه لشوف. تعليها شوي بس. ها حاضر يا افندي. يا لين. اهلا وسهلا مازن افندي. يا لين ابراهيم تفضل. يا الله شو اخبار الشغل؟ الحمد لله خير كتير والشغل تمام. المزرعة ناقصة شيء؟ اليوم اجى البيطري وكشف على البقرات والمجني. شو قال؟ قال انه البقر بده تلقيح باول الاسبوع الجاي، والجاج لازم نحط له دواء مع العلف. ماشي انا بكره الصبح بمر عليه وبفهم منه شو القصة وبعطيه مصاري، غيره لازمنا شيء؟ بيكابين وتركتور مشان ننزل الجبنة والزبدة والبيض على الشام. ليش البيكابين والتركتور؟ التركتور منشان كم شوال حبل البيانين من المحصول. ما انت قلت لي ذكرني فيهم؟ ايه ايه مزبوط ذكرت. مدري شو صاير لك يا ابراهيم، صاير عم انسى. سلامتك يا افندي سلامتك، انت كون مطمن وبس. الحمد لله الارض واسعه وخضرتها يلي عم تنزل على السوق العين بتحسدها. بس انا ملاحظ انه في تقصير بالشغل، رصل لي العمال شوي. بصراحه يا افندي يعني العمال ما عم يقصروا، بس يعني بس شو؟ يعني الشغل كتير والارض واسعه وعدد العمال ما عم يكفي. طيب شوف لك شي كم واحد يساعدوكم. انا قلت يعني بالاول باخد رايك. ما بدي رايي، انا بدي النتيجه خلاص ولا يهمك. ان شاء الله بنكون عند كيفك يا افندي. ان شاء الله يا رب. تفضل يا افندي. يسلموا ايديك. كيف الشغل يا سعده مرتاحه؟ الحمد لله. هو صحيح الشغل متعب شوي بس هي معيشتنا يا افندي. عم يقول ابراهيم قال بدكم شي كم واحد يساعدوكم. ايه صحيح، واذا بيساعدونا النسوان بالحواش بيكون احسن يا افندي. ليش لا؟ في اختي صالحة طلقها جوزها، واذا ما بيكون عندك مانع ببعت بجيبها تساعدنا شوي. شو عليه؟ تكرم عينك. الله يخلينا اياك يا افندي، من بكرة الصبح طالع جيبها. ولك قوم روح على الشغل قوم. انا ما بعرف شد كراسي. لك طيب روح اتعلم الصنعه، لك نفخت لي قلبي. لك اوه ما بدي. لك اوه ما بدي. عشان ما بدي. روح ما بدي. شوفي يا يوسف، انا ما بعرف روح اشتغل تقشيش كراسي. كان شو بدك تشتغل؟ بدك تطلع وتلعب بالحاره؟ عم يضربني يا عم شاير، عم يضربني. هات ايدك هات. بس ما بدي روح، ما بدي. تعذبنا، شايف قديش عم بيعذبنا؟ معلش تقطيع علي، شلون الوالدي؟ تعبانه والله مريضه. سلامتها، الف سلامه على قلبها. يلا روح لعند معلمك البشش وانا بمر لعنده وبحاكيه. قل له بيسلم عليك عمو الشاهر وما بيضربك. بس انا ما شو؟ شبنا يوسف؟ قلت له مثل ما قلت لك ولا تخاف روح. طول الحكيم لأمي. ما قدرنا، بس أم محمود جابت له وصفة على أمي عم تاخذها. قد يهدون، إذا ما تحسنت جيبوا له حكيم. لا، أنا ما باخذ مصاري من حدا. شبنا، أنا مالي حدا غريب. الوالد كان أعز أصحابي الله يرحمه. لا معلش شكرا. بكرة ابن عمي بيبعث لنا مصاري، هو سافر مشان يشتغل بيبعث لنا مصاري. على إذنك. مع السلامة. اعمل لك كاسة شاي؟ ايه اعمل لي كاسة شاي. اي مو على عيني؟ ايه سمعينك. وبالفلا جمع مصاري قلت رايح فين؟ يا ناري على المحبوب يا ناري ليلى بنجن يا ناري. لك وين كاسة الشاي يا ولد؟ رفيقك علاء بعت لنا مع وليد بندوره مخبصه. ما كان عنده غيره يا مو.
قال لها صاحبك بده ينفق زبالته علينا. لك شو زبالته يا بي؟ الزلمه وصيناه على بندوره، ما كان عنده بندوره منيحه. قام بعدين بعتهم وما اخذ حقهم. اشتري من عند غيره. ما بدنا من نية بيت الشاهر. علاء رفيقي، بيت الشاهر ما دخلهم. هالفتحية ما بتحسن تسمع بسيرتهم، وخاصة رشيدة، أم كنه ضرتها؟ لا والله ما عم أفهم شو هالفتحية. أبوها ضعيف وهي طوال نهار سري مري من بيت شقاع لبيت رقاع. اخطي لك ابني، صبية بدها تغير جو، بدها تشم الهواء. اسمع مني لك حمدي، خليني اخطب لك الفتحية. يو شبك لك أمي نقزت؟ فتحية مثل صبة الرصاص على القلب. لك مين بدك نخطب لك؟ يا أبي أنت لما بتعتمد تخطب لي في بنات كتير غير فتحية. هذا يوم المنونة لك ابني. ليش ما بتحكي قدام أبوك؟ الصراحة الصراحة بده رشيدة. رشيدة بنت الشاهر؟ هلا هذه اللي طلع معك؟ ايش بهالبنات ظريفة وأكبر العوائل بيتمنوا تصير كنتون. ولك هذه اللي حارق قلبي. يو سلامتك، شو في؟ بدي افهم هالناس بيحبوا الشاهر على شو؟ شو عامل معهم؟ البرغل والمونة اللي بيوزعها مو قليلة يا أبو حمدي. بعدين عامل قاضي وطول ما له ماشي بيرش، واللي بجيبته مو له. في واحد بالحارة وعي بضيقة وما إجا هو أنقذه. ايه مين بدنا نسير هلا؟ قال بيمشي وبيرش. قال شو قلت يا بي؟ يا بي هلا ماني فاضي، بعدين بنحكي بهذا الموضوع، تصبحوا على خير. وانت من اهله ابو حمدي؟ وانا شبعت يا مو، تصبح على خير. وانت من اهله تقبرني؟ شو بدي اقعد ساوي لحالي؟ ها الله عليك يا خالتي ام محمود. صحة. شو القهوة؟ مين غرقها؟ شو بها خالتي ام محمود؟ ما فيها سكر منوب. شو؟ ميمي خالتك ام محمود بتحب القهوة سكر كتير وتقيلة. يا مو والله حلوة مثل القطر أكتر من هيك. يا شو في رشيدة؟ تاني مرة أنا قهوتي بتغلي لي إياها لحالي لما بيجي لعندكم. طيب معك حق، صدقيني معك حق، تكرم عينك. قومي ميمي. خلص خالتي ام محمود رح أغلي لك دولة قهوة بحالها. بس اوعى تحكوا نشرة الاخبار بغيبتي. لك وحياتك ما بحكي ولا كلمة لا تجي. طيب عم اسمعكم. ها ايه رايحة. ايه خالتي ام محمود مرقي لك خبرين لبين ما ترجع. لا ستي ما حذرتي. ليه عرفتكم؟ ها سامعتكم. لا تخافي لا تخافي. ما رضيت. يا ميت اهلا وسهلا. بأحبتك. فتحية شبك لسه حايصة بلايصة؟ عادي هلا بخلص ومنساوي كاس الشاي نشربها سوا. خالتي نعم. شو رأيك نروح على بيت الشاهر؟ هلا بتكون أم محمود عندهم نتسلى. قولتك نتسلى. يلا لقوم غير بلوزتي. بس لا بلوزتك حلوة، حطي المانطو عليكي. بس يعني هاي ظريفة إذا رح فيها لبيت الشاهر؟ كتير. مين خيط لك ياها؟ سميرة. إيه القالب غالي. يا ستي امبارح أول المساء إجاها الطلق لفوزية مرت حده. بيقولوا مسكينة طلقة صعب مو هيك؟ ايه مسكينة طلقة صعب كتير، وتركها حده ورقد على هالطريق مشان يجيب الدعي. ايه خالتي ام محمود وشو ولدت؟ لك ما ولدت لسه، جايتكم بالحديث. ايه أقول هون شاف حده عم يرقد بهالطريق، قال له يا حده وين رايح؟ قال له رايح يجيب الدعي لمرتي. ايه ام محمود اختصر اختصر يلا. لك تقبريني رح اختصر. قام حده ركب مع ابو الهول على الطنبور وراح يجيب الدعي لمرته. الا يا ستي ما حذرتي. يو حده راح على البيت وقعد جمرته، ابو الهول راح يجيب الداية بالطنبور. الله عليك يا خالتي ام محمود، اكيد اكيد منظر الداية على الطنبور بيطير لقلبي جنة. انا مهلك تقبريني مشان ما تجني عن جد. وان شاء الله تسهلت لي ولادي. وجابته صبيان؟ لا بنات بس مثل القمر. يعني مثلنا انا وسميرة. لا انتو مثل البدر تقبروني مو مثل القمر. لكان هلا فوزية صارت ام التسعة. تسعة بعيون الشيطان. وبيني وبينك يا ام مازن صار لازم نستفقدهم. تكرم عينك يا ام محمود. هلا بعطيكي شوية مونة وشوية زيت قبل ما تروحي بتاخدي يومي طريقك. طول عمرك صاحب واجب يا ام مازن. خالتي ام محمود ما عندك اخبار تانية؟
يعني بصير ما يكون في اخبار جديده عند ام محمود؟ طيب احكي لنا كمان شوي. حاكم رشيد تنبسط بالاخبار والحكايات بتعرفها. اسمعوا لكن امبارح وانا ماشي بالطريق شفت نوال بنت ابو يوسف ماشيه كانه عقلها معها ومو معها. يب شلون بقى؟ ناديت لها وسالتها شو بك يا نوال؟ قالت لي والله يا خالي ام محمود زعلانه وخايفه. مسكينه ام حالتها بتقطع القلب. حالتهم بتبكي يا مازن من يوم ما سافر ابن عمها حسني لهلا لا حس ولا خبر، خايفين يكون نسيهم على الاخر. طيب وشلون عم يدبروا راسهم؟ حارتنا طول عمرها ما بتخلى من الناس الطيبين والمحسنين وخصوصا الشاهد. الله يخلي لنا يا ويطول عمره يا رب. ويخلي لنا اياك يا خالتي ام محمود. بس ابي والمرحوم ابو يوسف طول عمرهم من اعز الاصحاب. يا مو ونحن كمان لازم نروح نزورهم. رشيده نعم. قومي افتحي الباب تقبريني. يلا قومي قومي. اي حبيبتي انت بس امري وتامري. اي عيني. اهلين سهلين خالتي ام حمدي. مرحبا يا رشيده. اهلا وسهلا. اهلين شرفتينا. تفضلي تفضلي خالتي. لا دقيقه جاي وراي فتحيه ليك. وين فتحيه؟ ليك الكندره صغيره على رجلها. مرحبا رشيده. كيفك رشيده؟ تفضلوا تفضلي خالتي ام حمدي. الله يزيد فضلك. اهلا وسهلا عليكم. فتحيه يا خانم. اهلا وسهلا. يوميت اهلين ويوميت سهلين. السلام عليكم. اهلين وسهلين. انا جمال. اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. اهلين خالتي ام حمدي. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك يا رشيده. الهي شو يا بنت. اهلين. هنيتينا شد الاخبار لما لسه. ايه بس انتو تاخرتوا. الها جاي فتحيه خصوصي مشان تسمعين لبكره. ماما رشيده مسوينا هون. لا تطلعي فيها انا ما دخلني. امك هي اللي قالت تغلي القهوه حبيبتي. سموره نعم. قربي لعندي شوي. نعم. استحي على حالك وقومي ساوي القهوه. هلا صار دورك. اذا الشغله فيها استحي على حالي. رح اقوم بس من شان خاطري. ظريفه سميره هي ورشيده يا حبيباتي مثل الاخوات. انا بدي اياها تتجوز بس لاخلص منها. ام محمود بتلاقي لها عريس؟ لا حبيبتي انا عريسي جاهز. خليها تجوزك لإلك. ليش خطبتي رشيده؟ خزيت العين خزيت العين. لا يا خاتي ام حمدي شو انخطبت؟ بس يعني انا قصدي انه نجوز فتحيه لحتى نرتاح من نقها. انا عندي عريس لفتحيه لقطه. عن جد؟ لا انا ما بدي اتجوز. يو خليكم انتو التنتين هيك قاعدين حتى تكبروا وتصيروا مثل الفانوس الخالة الزيتو. اي من زيتو خاتي ام محمود من زيتو. ما في زيتو الا العريس يا بريمي. طلع عليك يا ام محمود. شدوا بتزول ان شاء الله اخي عثمان. واحد كبير العمر اخي شاهد صعبة. انا من وقتها عم صلي وبدعي ان شاء الله يخلص لنا الوقعه وهرمني. استفادت الله رحمي بالمرض وبغيره. الله يستفيدك بالعافيه. ان شاء الله ما توقع لا هيك وقعه ولا هيك رمي. ايه سيدي هلا صار وقت الحبي. تفضل. الله يزيد فضلك. بالشفا ان شاء الله. شلون المحروسة فتحية؟ صرت جاي لعندك كذا مرة وما لقيتها. مسكينة ضجرانة وتعبانة معي. رحت زيارة لعند ام حمدي. ام حمدي بتحبها ربتها مثل امها. هي مقام امها تمام. الله يجزيها الخير. شايف ضحك سنك. ايه عم بتذكركم لما كنتوا شباب. كنتوا راسين بالحارة. أنا ومين؟ أنت ومين؟ أنت والعايش. وكنتوا بوقت الشدة ما تتخلوا عن بعض. هداك شي وهذا شي. الأصل أصل والواجب واجب.
محمود هدول من أخوك الشاهر، وبتمنى أنك ما تتردد إذا لزمك شيء يطلبها. نحن أهل. غمرتني بأفضالك يا شاهر. استغفر الله، كله من خير الله. يلا اسمح لي أنا. لسه بكير. بدي لحق ابني علاء قبل ما يسكر. بدي وصيه على شوية خضرة وفواكه. اليوم جايين لعندي رجال الحارة بدهم يسهروا على التلفزيون، وبجوز نكمل السهرة بكم تقطوعة. يا ريت بنت بيوتك وتيجي تسهر معنا. يا ريت. إنما أنت طول عمرك بتحب الجمعة والناس. يا الله بخاطرك. هاي. اي والله. الله معك. كل خطوة بتخطيها. ويكملها معك بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاطرك. الله معك. يا عمي أبو سليم، بالفلا جمال صاري والفي رايح فيك، يا ناري عن محبوب يا ناري بيدا في القلبي، بالفلا جمال صاري والفي رايح فيك. شو قصته قبل ما علقها على الغنية؟ يا ناري عالمحبوب يا ناري بيدا في القلب، وين يا ناري بيدا في القلب. ايوه الله يعزك يا عمي ابو مازن، الله يديمك. سؤالك ما بزعل، ما راح ازعل. لا ما بزعل، يعني انا حابه اعرف شو حكايتك مع رشيدة. بدك يعني ما ازعل؟ ليش 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 سؤالي في شيء بزعل؟ عيب عليك امشي بطريقك، انا مالي فاضي لك. بعدين مو عيب واقفه معي عم تطقي حالك قدام اهل الحاره. ايه بس ما جاوبني. شو بدي جاوبك؟ يعني انت بدك تخطب رشيده ولا فتحيه؟ عم اقول لك امشي بطريقك، انا مالي فاضي لك. Thank you.
شاء الله. وكان لهلا هون ما تروح تفتح الدكان؟ يلا رايح يا بي شرف. صاحب أوضة السفرة بده يستلمها قبل المغرب، فهمت؟ فهمت. يلا تفضل. امشي بشوف شرف. يلا يا بي تفضل. يلا بي يلا اسبيني عند الدكان ولا عند ابن الشاعر. ها حاضر يا بي. يا من عصدوك وجدوك. ورجيني وشك فتحية، أبوك مرضان شي؟ أبي دايما مريض مو هذا السبب. لكان ليش ما نمتي؟ أنتي مرضانة؟ ما بعرف، حاسة حالي وحيدة ومظلومة. لخالتي مين اللي ظالمة؟ أبي مريض، حاسة حالي لحالي وما حد عم يسأل عني. وين راحت؟ تعي لأنك لسه ما كملتي حديثة. كيني خالتي روح الله يخليكي. هلا اسمعيني، بدك ترجعي على البيت؟ ما بعرف، يمكن ارجع يمكن لا، ما بعرف. تعي 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 تعي، عدي عدي لشوف، صلي على النبي، مسحي لي هالدموع، عدي ارتاحي. ولا اقول لك؟ لا روحي اسمعيني لبيت ام محمود، نحن متفقين كلياتنا انه نروح نعمل صبحيه عندها، هلا بتلاقي كل النسوان هني، بتشربي لك فنجان قهوه وبتروقي دمك وبتسمعي نشره الاخبار، شو رايك منيح هيك؟ انت هتروحي؟ ايه لكان، بس لخلص اللي بين ايدي وبغير ثيابي وبلحقك. يلا حبيبتي ما تتأخري. لا لا ما بتأخر، روحي انت روحي. يو دخيل الله، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. انا الثانية مريضة. انا مظلومة معك ومن هلا ما فيك تعيشي بين اهلك. ليش؟ ما نحن عايشين بعيدين عن المشاكل. بس انت دايما بدون قصدي. انا؟ ايه انت، وعلى طول من طرف اهلك. لك شو بدك يعني يا عمي؟ روح خلقهم على الطالعة والنازلة. ندى انت بتعرف انه ما بقدر زعل اهلي، لان هن ما قصروا معي بدون. ليش ما بطلت حصتك بالارض؟ ولا اخوك مازن عامل افندي على راس الريشة. ندى الله يخليك، انا 100 مرة فهمتك انك ما تتدخلي بخصوصياتي انا وهلي. هيك لكان، بدك هيك يسكت وقعد يتفرج. ولا مو من حقي خاف عليك وانصحك؟ لك انك تخافي علي وتنصحيني شيء وانك تحرضيني على اهلي واخي مازن شيء ثاني. ما قلت لك انت ما رح تفهمني وعلى طول ضدي. الله اكبر. لك يا ندى يا حبيبتي، انت ارتاحي وريحي بالك. يعني ما رح تتصرف؟ لك انا تاخرتها، رايح على الدكان توصيني شيء وانا راجع. انت هيك دائما تتهرب من كلامي، بدك يا ليسكوت. امسحي دموعك، امسحي. خلصنا، ما بدي ارجع لقيكي زعلانه. خلص مثل ما بدي. مرحبا يا وليد. شو وين معلمك؟ اهلين معلم حمدي، تفضل. وينه معلمك؟ هلا بيجي. اهلين ابو حميد. اهلين، صباح الخيرات والليرات. شو شمستك عاليه اليوم؟ اي والله تاخرنا. بسرعه سوي لنا شاي. لا معلش بشرب شاي بعدين، عندي مشوار ضروري هلا. ماشي لا تاخر. خاطرك. الله معك. وهي هي
كلها وكانت فيها فتحة وعاصفة قوية. لا لا تضايق انا شو أبصر. ايوه ايوه مين؟ انا فتحية؟ اهلين اهلين تقبريني. صباح الخير. اهلا وسهلا ومرحبا. صباح النور. ايه اهلين. خليه بداية خالتي بهمتي. تفضلي. اهلا وسهلا. كيف صحتي؟ الحمد لله ان شاء الله منيحة. تفضلي حبيبتي تفضلي. صباح الخير. صباح الخير. عايز كنوا القط اجايناك. اهلين ست فتحية. اهلين فتحية. يا اهلين حبيبتي. تأخرتي راحت عليكي نشرة الاخبار. شفت منى بدي خالتي ام محمود تفسر لي. خير. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. اهلين كلكم. ان شاء الله مبسوطين. دخيلكم بس ما يكون راح عليه شيء من اللي حكيتكم. ما راح شيء عليكي ابدا. طمنتيني. خير حبيبتي. خير بالصلاة على النبي. خير بالصلاة على النبي. شفت حالي يا خالتي ام محمود راكبة على حصان وعم يطارد وواحد عم يلاحقني و شو تفسيره خالتي ام محمود؟ قولي خير. يعني الركب على الحصان ظريف ما؟ ايه فتحية ظريف بس الوقعة عنه مو ظريفة. رشيدة حاج تخوفيني. يعني وقعتي؟ لا اله الا الله. خالتي ام محمود انا شفت بنومي انه عندي بنت بتاخد العقل. خير ان شاء الله البنتي. وانتي يا رشيدة مالك شايفة منام؟ لا خالتي ام حمدي أنا بخاف أحكي مناماتي. قسم الله بتخاف من العين؟ نق حاطة خرزة زرقاء. يا صبايا شو رأيكم تقوموا وتعملوا لنا لقمة حرير نطري صدرنا فيها عند الصباح؟ مو أحسن؟ إذا الصبايا ما في غير فتحية ورشيدة. لا خلوا فتحية عندكم أنا بساوي. رشيدة الطحين محطوط على. عندك سكر؟ يا خير الله كثير من عيوني. يا زيت العين حول هالرشيده شو عندها همه ونشاط. اي والله سمعتي سؤال خالتي ام حمدي؟ الواه الواه عليكي. تعي شوفي شطارتي. شو فتحيه غرتي؟ اللي ما بيغار بيقولوا انه عدم مؤاخذه. ايه 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 معك حق معك حق فهمت عليكي امشي. فهمت. ايه دخيل عين الصبايا انا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أفندي. هاي أختي صالحة عم تساعدنا شوي. الله يقويكم. شو إبراهيم وينه؟ أخذ التركتور وراح يجيب علف. طيب أنا راح أروح شقع الأولاد وساوي لكم كاسة شاي. إيه عاملين لنا كاسة شاي هلا تبرد القلب. الله 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 يجيبك. الله الله الله. عم تجعك شيء؟ جيب دكتور. لا لا ما في شيء. طيب سعدة أنا المساء بيجي بشرب شاي لما بيجي ابراهيم. اهلا وسهلا. روحي شوفي الاولاد انت هلا. طيب السلام عليكم. الله معك. هالمازن افندي ما في مثله. إيه الله يطعمه صبي فرحه بحياته. شو رأيك اسمه وصلنا قدام بيت ام يوسف ونفوت نشق عليها؟ والله عم تحكي مزبوط بس بدنا نساوي الاكل نكمل. اي معك حق يا مو بس اخي مازن بالضيعة منفوت شوي انا وسميرة ومنلحقك شو رأيك؟ امري لله. روحوا بس لا تتأخروا. تسلمي مثل ما بتريدي مرت عمي بيصير. يلا الله معك. الله معك. سلمولي كثير السلام. الله يسلمك. الله يسلمك. الله معك. يا ابي علاء. ايوه مور يا ابي. بيت ابو يوسف الشايب بياخذوا من عنا بالدين؟ ايه بياخذوا. هدول جماعه درويش وبيستحقوا الصدقه بقى ما بدي وصيك عليهم الله يرضى عليك. ولو يا ابي تربيتك ما في مره بتجي فيها نوال او اخوي يوسف الا بياخذوا كل شيء بالدنيا وما بتطالبهم بالحساب. عم تفهم علي؟ على عيني. يلا بخاطرك يا بي. الله معك يا بي. مع السلامة يا وليد.
ناولني هدول ناولني يا50 جرام. قديش؟ الجرام 3 ليرات ونص. Thank you.
لساتك سهراني؟ لخلص اللي بايدي. انت بدك تضلي متعبي حالك هيك على طول؟ مش عيني نوم، قلقانة على مأزي. خير؟ في شي جديد؟ لا ابدا، بس مازن صايره غيباته عن البيت كتيره، ولما بيرجع بيكون تعبان، يدوب بيقدر احكي معه كلمتين. فتحتي معه الموضوع؟ لا، ما كان في فرصه. يا سميره، انت اللي لازم تلاقي الفرصه. هذا اذا بدك تكسبيه ما تخليه يضيع من ايدك. خايفه يا رشيده، خايفه. لا تخافي يا سميره، اتكلي على الله ولا تخافي. يلا هلا شيلي لي هالشغل من ايدك ونامي، وبكره ان شاء الله كل شيء رح يصير مثل ما بدك. ان شاء الله. تصبحي على خير. انت بخير. لي موديلات حلوة ها تلبقلي. تكرم عينك، انداري حبيبتي. ثبتي بس اهمدي. ايه ندت. بتعرفي دافعة كتير مصاري حق الشقف انتي. ليش لا؟ اذا معي مصاري مو من حق جخ مثل كل البنات. مبلا والله. صباح الخير. ايدك صباح الخير. ها اما وقع ها رشيدة، زعل منك ليش هكذا مسميتيني؟ لك عم بمزح معك. تشربي قهوة؟ لا نقم. خي سميرة سكبية. فكتوحة؟ ايه. زلتي؟ لا. لك شو هالشقف الحلوة؟ عجب؟ لمين ها؟ إلي. عن جد؟ حلوين؟ لك يا ضربانة شو الظاهر وقعتي على كنز؟ رشيدة؟ ايه. عجبك. خلي نقيلي موديل. ايه لا حبيبتي، لا بدي نقيلك ولا تنقيلي، بكرة إذا ما طلعت حلوة بتقولي الحق على رشيدة. خاطرك اشربي القهوة عني، أنا رايحة أغير ثيابي وبلش بالشغل. ايه حبيبتي؟ خاطرك فتوحة. تعالي نقي سميرة. خدي اشربي القهوة أول. عادي حبيبتي انتي. عادي. أهلا وسهلا. مو طيبة.